لكم هذه الجولة الصحفية مع أبرز ما طلعت بالصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة لهذا الصباح. نبدأ من الصحف المحلية ومن أخبار اليوم. قمة مصرية سعودية غدا بالرياض، السيسي وسلمان يبحثان التعاون الثنائي وقضايا المنطقة. الرئيس يشهد الاحتفال بعيد العمال في 30 أبريل. احتفاليات عيد تحرير سيناء تنطلق من الإسماعيلية، افتتاح مشروعات خدمية في الكهرباء والمياه والصحة. مصر السلام تستعد لزيارة بابا السلام الجمعة القادمة. من اليوم السابع، البابا تودروس يؤكد أن الأزهر المؤسسة الرسمية للإسلام وسعداء بزيارة بابا الفاتيكان. عمار الحكيم رئيس التحالف الوطني في البرلمان العراقي يؤكد للصحيفة مصر الشقيقة العربية الكبرى وعنصر الارتكاز بالمنطقة. الإسكان تصرح بدء تنفيذ المرحلة الثالثة لمشروع دار مصر الأسبوع القادم. إلى صحيفة الوطن التي كتبت تقول مصر تبدأ مفاوضات مع البنك الدولي على الشريحة الثالثة بقيمة 1 مليار دولار وبدء المرحلة الثانية من الصرف الصحي ودعم البنية الأساسية والتعليم. البرلمان يمهل هيئات الإعلام 30 يوما لوضع رؤيتها لقانون تنظيم المهنة. المصري اليوم قالت في عناوينها قطار الخدمة المدنية ينطلق بتطبيق اللائحة اليوم. الوزارات تستعد لتطبيق القانون وتثبيت المتعاقدين حتى منتصف 2016. الداخلية تصرح سيارات جديدة مجهزة بغرفة حجز وكاميرات ومنظومة لنقل البيانات من المركبة للأقسام لاسلكيا. وزير التموين يؤكد توفير سلع رمضان بكمية كبيرة وأسعار جيدة جدا. من صحيفة الأهرام، فرق فنية للتعامل مع الأعطال الطارئة والكهرباء تؤكد الانتهاء من مخطط مواجهة الأحمال الزائدة في مطلع مايو. اختيار 12 ألفا من المقدمين التضامن تعلن غدا نتائج القرعة لحجاج الجمعيات الأهلية. الأعلى للجامعات يناقش استعدادات الامتحانات. من صحيفة تحت عنوان تكثيف منابع الإرهاب، أكدت صحيفة الجمهورية في افتتاحيتها أن الإرهاب أصبح ظاهرة عابرة للحدود ودعت إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية للقضاء عليها. الجرائم الإرهابية التي تضرب العديد من العواصم العالمية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الإرهاب لا دين له ولا وطن ولا تسلم منه دولة كبيرة كانت أم صغيرة، وأن تكاتف المجتمع الدولي بات ضروريا لاقتلاع جذوره من الأعماق، وأنه أيضا لا يمكن لدولة بمفردها مهما أوتيت من قوة أن تواجه هذه الضربات الخادعة الماكرة. من هذا المنطلق كانت دعوة مصر منذ سنوات لضرورة عقد مؤتمر دولي لتكثيف مصادر الإرهاب وتمويله، ولم تتوقف المسيرة الوطنية نحو البناء والتنمية معلنة التحدي لأن الشعب المصري هو صانع الإنجازات. وإلى عناوين الصحف العربية، والبداية بصحيفة الخليج الإماراتية. ماتيس يؤكد أن سوريا تملك أسلحة كيماوية ونحذر من استخدامها. لافروف يتهم واشنطن وحلفائها بالسعي لتغيير النظام في سوريا. فلسطين تنتفض دعما لحركة الأمعاء الخاوية ومواجهة عنيفة مع الاحتلال تضامنا مع الأسرى. من صحيفة القدس العربي، مئات السوريين يصلون إلى وجهاتهم النهائية بعد يومين على إجلائهم من بلدات محاصرة. مقاتلات إسرائيلية تقصف موقعا للجيش السوري في الجولان. رغم محاولات التهميش الأمريكية الإسرائيلية، مجلس الأمن يناقش بحضور 53 دولة الوضع الفلسطيني وخاصة الاستيطان. من الحياة اللندنية نقرأ، الحريري عند الخط الأزرق يقول إن الجيش وحده مكلف بحماية الحدود ويقترح وقف إطلاق نار دائم مع إسرائيل. الجيش اليمني يتقدم في الجوف، والقوات العراقية تؤكد مقتل عدد من عناصر داعش من بينهم قيادي روسي. نطلع من صحيفة الغد الأردنية، القوات العراقية تستعيد السيطرة على أحياء جديدة في الموصل. سقوط قذيفة سورية على الرمثة، ورئيس السوري يتهم جبهة النصرة بارتكاب الاعتداء على الحافلات. الجيش يحبط هجوما انتحاريا شمال شرقي الجزائر. من صحيفة الشرق الأوسط نقرأ، وفد وزاري يمني إلى واشنطن لمناقشة التدخل الإيراني في المنطقة. النظام السوري يسيطر على ريف حماة، والمعارضة تشن هجوما معاكسا. تمسك كردي بأعلام كركوك في مواجهة ضغوط
من ضغوط من بغداد. ميشيل عون يؤكد أن الوحدة الوطنية مكنت لبنان من مواجهة تحديات كثيرة. حول قضية إضراب الأسرى الفلسطينيين، كتب عصام نعمان في صحيفة الخليج الإماراتية أن الحركة الفلسطينية بكل أسرها في مختلف سجون إسرائيل تخوض بالأمعاء الخاوية معركة صمود في وجه حكومة الكيان الصهيوني. في حين تتعثر الحركات الطليقة على الوقوف في وجه الاحتلال الغاشم، يخوض الأسرى الفلسطينيون معركة تحد جديدة. لقد صام الأسرى مرارا وحققوا مكاسب ملموسة، لكن صومهم الجماعي اليوم يبدو أقوى دلالة على تحقيق 3 أهداف رئيسية، أولها تحسين معاملتهم معيشيا وإنسانيا داخل السجون، والإسهام الفاعل في إبقاء قضية فلسطين حية لدى أبنائها ولدى العرب والعالم، فضلا عن الضغط على الفصائل الطليقة من أجل تضييق خلافاتها والسير قدما على طريق تعزيز الوحدة الفلسطينية. نتحول إلى الصحف العالمية ونقرأ من صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية. قبل يومين من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، اعتداء الشانزليزي يلقي بظلاله الثقيلة على نهاية الحملة الانتخابية. وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره الأمريكي الأزمة السورية ويعرب عن أسفه لمعارضة واشنطن لاقتراح روسي إيراني بالتحقيق في الهجوم الكيميائي في خان شيخون. من الجارديان البريطانية نقرأ: تبني داعش لهجوم فرنسا يشير إلى سعي تنظيم المتطرف نحو مزيد من الشهرة وليس تحقيق مكاسب سياسية. زعيم حزب العمال جيرمي كوربن يؤكد أنه لا يزال بإمكانه الفوز في الانتخابات العامة المبكرة والتي ستجرى في بريطانيا يونيو القادم. جاءت أبرز عناوين صحيفة لوموند الفرنسية كالتالي: دونالد ترامب يؤكد أن اعتداء باريس سيكون له تأثير كبير على الانتخابات الرئاسية الفرنسية والتي تجرى جولتها الأولى غدا. مدعي عن باريس يؤكد أن منفذ هجوم الشانزليزي فرنسي الجنسية ولم يكن مدرجا على قائمة الأشخاص المتطرفين. إلى صحيفة البايس الإسبانية ومنها نقرأ: محكمة العدل الدولية ترفض طلب سلطات كييف باتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الدعم الروسي المسلح والبشري والمالي للمتمردين في شرق أوكرانيا. المنظمة الدولية للهجرة تصرح أن 43 ألف مهاجر وصلوا إلى شواطئ أوروبا منذ بداية العام الجاري. من صحيفة تايمز البريطانية: سوريا تتوجه إلى روسيا بطلب تزويدها بمنظومات الدفاع الجوي بوكواتور من أجل حماية أراضيها من الهجمات الصاروخية. محكمة العليا في باكستان تأمر بإجراء تحقيقات أوسع حول اتهامات بالفساد تستهدف رئيس الوزراء نواز شريف في إطار فضيحة أوراق بنما. نتحول إلى مقالات الرأي، حيث اعتبرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن اعتداء باريس الذي وقع في الشانزليزي وأسفر عن مقتل شرطي فرنسي وإصابة 2 يضع فرنسا مجددا على حافة الهاوية. وأضافت الصحيفة: يبدو أن هجوم الشانزليزي يثير أسوأ مخاوف فرنسا إذا تكرار وقوع هجوم إرهابي آخر، وهو ما يضع فرنسا مجددا على حافة الهاوية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية هناك. فالقضية الكبرى في هذا الهجوم أنه جاء قبل أيام فقط من بدء الانتخابات الرئاسية التي يمكن أن يكون لها أصداء كبيرة في جميع أنحاء أوروبا، وقد يرجح كفة مرشح ينظر إليه على أنه أكثر صرامة فيما يتعلق بالجريمة والإرهاب، لا سيما زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان التي قد تكون المستفيدة الأكبر من هذا الهجوم. ختام جولتنا الصحفية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.